والاحاديث ايضا للاعلاميين الماليزيين وايضا تحديدا المعلق الماليزي قبل بدايه مباراه اليوم يمازح زميله المحلل لمباراه اليوم عن نتيجه كبيره في مباراه اليوم، خوفا من نتيجه كبيره امام المنتخب السعودي. هذه الكره مرمى الان، نتيجه كبيره، نتيجه كبيره، وفعلا معهم حق، معهم حق. الاف 16 يسجل هدف المباراه الاول. يا سلام عليك يوسف السالم، راسيه تفتتح التسجيل. اتحدث عن خوف ماليزي، عن خوف ماليزي من نتيجه كبيره، فاذ بيوسف السالم ياتي بارتقاء ممتاز، عرضيه باليسار، باليسار من سلطان البيشي، باليسار من سلطان البيشي. ممتاز يا ظهير ايمن انك تلعب بقدمك اليسرى، خيارات اكثر في العرضيه. ويا روعتك يا يوسف يا سالم، يا روعتك يا يوسف يا سالم، بالراس يحولها في المرمى.